بادئ ذي بدء، ما الفلاح؟ قد يقول أحدكم إنه النجاح، لا، فرق كبير بين الفلاح وبين النجاح. الفلاح هو الفوز بالآخرة، الفلاح هو الفوز برضاء الله عز وجل، الفلاح هو أن يحقق الإنسان في الدنيا سر وجوده، الفلاح أن يكون قريباً من الله، الفلاح أن يحمل نفسه على طاعة الله، الفلاح أن يتقرب إلى الله بالعمل الصالح. فالفلاح نجاح مع الله، والفلاح نجاح في الفوز في الآخرة، هذا هو الفلاح. أما قد ينجح إنسان بكتابة سيناريو فيلم، هذا ليس فلاحاً، هذا نجاح. قد ينجح الإنسان في عمل لا يرضي الله، قد ينجح إنسان في عمل يسبب دمار للبشرية، ربح حرب لكن دمر أمم. فلذلك الفرق كبير بين النجاح والفلاح. النجاح في الدنيا وفي موضوعات شتى، وقد تكون هذه الموضوعات ليست خيرة. على كل، كلمة الفلاح أو قد أفلح وردت مرات ثلاثة في القرآن الكريم حصراً. الآية الأولى، دقيق، قد أفلح من تزكى. النجاح بالمعنى الواسع، الفلاح، الفوز، التفوق، العقل، الذكاء، الذي يتزكى، كلام خالق الكون. لأن تزكية نفسك ثمن دخول الجنة، لأنك خلقت لجنة عرضها السماوات والأرض، ثمن هذه الجنة أن تزكي نفسك، يعني أن تحملها على طاعة الله أولاً، وأن تقبل بنفسك على الله ثانياً، عندئذ تطهر النفس من كل أدرانها وتتحلى بالكمال الإلهي. هي التزكية، يعني إنسان صادق، أمين، عفيف، منصف، متواضع، يحب الخير، قلبه ممتلئ رحمة، يجري الله على يديه أعمالاً بطولية، هذا هو الفلاح. قد أفلح من تزكى. لذلك ينبغي أن يكون الهدف الأول لكل مؤمن أن يزكي نفسه، لأن تزكية النفس ثمن دخول الجنة. قد حرف تحقيق، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه الآية الأولى. والآية الثانية، قد أفلح من زكاها، الهاء تعود على النفس، وقد خاب، خاب على العكس من أفلح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها أبعدها عن ربها، فلما أبعدها عن ربها تعلقت بشهوات الدنيا فمارستها معتدية على حقوق الآخرين. أيها الإخوة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أما الآية الثالثة، يبدو أن الصلاة كما تعلمون عماد الدين، الصلاة من أجل الاتصال بالله، والصيام من أجل الاتصال بالله، والحج من أجل الاتصال بالله، والعمل الصالح من أجل الاتصال بالله، وإنفاق المال من أجل الاتصال بالله. يكاد يجمع حالات لا تعد ولا تحصى مؤداها الاتصال بالله. لذلك
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من أروع ما قرأت عن هذه الآية في بعض التفاسير أن الخشوع في الصلاة ليس من فضائلها ولكن من فرائضها، لأن هذا الإله العظيم لا يعقل أن يأمرك أن تصلي في اليوم 5 مرات تقف وأنت شارد الذهن، غافل، تركع وتسجد، تقرأ الفاتحة وسورة ولا تشعر بشيء، وكأنك أديت حركات وسكنات وتمتمات لا معنى لها. هذا الإله العظيم خالق السماوات والأرض، هذا الذي يفعله المسلمون في الصلاة ليست هي الصلاة التي أرادها الله عز وجل. الصلاة اتصال بالله، والاتصال يحتاج إلى تمهيد، إلى استقامة، وإلى عمل صالح. فلذلك كلمة أفلح وردت مرات 3 حصراً، الأولى قد أفلح من تزكى، والثانية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والثالثة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولعل الفلاح هو الذي يشق الأرض ويزرع بذرة. يعني كمعلومات لطيفة، بذار بعض الخضروات يعطي 1000000 ضعف. الآن البيت البلاستيكي يلي مساحته 500 متر يحتاج إلى 5 غرامات من البذور، بذور الطماطم أو البندورة، 5 غرامات. هذا البيت يعطي 5 طن، يعني 1000000 ضعف. في بلادنا يعطي 5 طن، في هولندا يعطي 25 طن. يعني البذرة بتقدم 5 ملايين ضعف. هذا هو الفلاح، تزرع بذرة تعطيك 5 ملايين ضعف من وزنها من هذه الثمرة اليانعة التي يحتاجها الناس دائماً. فكأن الفلاح هو الذي يقدم قليلاً ويأخذ كثيراً، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن نربح عليه، يريد أن نتاجر معه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر. أكبر تجارة مع الله، يعني الإنسان أحياناً يضع لقمة في فم زوجته يراها يوم القيامة كجبل أحد. والله لا أبالغ، لو عرفنا ماذا ينتظر المؤمن من عطاء، من تكريم، من نعيم مقيم، لأنه في السنوات المعدودة استقام على أمر الله وأدى العبادات وعمل الصالحات، فاستحق جنة ربه يعني إلى أبد الآبدين. لذلك قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. أكبر خسارة أن تخسر الآخرة. أيها الإخوة، إذاً الفلاح يشق الأرض ويزرع بذار وتأتيه الأضعاف المضاعفة من هذه البذار، وكأن الفلاح سمي فلاحاً لأنه أفلح في أخذ الكثير من الشيء القليل. طبعاً يؤكد هذا المعنى ربنا جل جلاله حينما يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أنا مرة كنت في غوطة دمشق، يعني رأيت في حقل القمح مجموعة سنابل كثيرة جداً،
والله قلعتها فإذا هي 35 سنبلة، أخذت واحدة وعددت حبات القمح فيها فكان العدد 50، كان العدد 50، ضربت 35 بـ50 طلع من حبة واحدة 1750 حبة، من حبة واحدة. أخواننا الكرام، الله إذا أعطى أدهش. يعني في بعض الأماكن في أمريكا، نهر الأمازون غزارته بالثانية الواحدة 300,000 متر مكعب. في البرازيل في شلالات كثافتها 1,400,000 متر مكعب بالثانية، 1,400,000 متر مكعب بالثانية. كنت في كندا في مدينة اسمها مونتريال، في حولها 1,000,000 بحيرة، 1,000,000، أكبر تجمع مائي في العالم. الله إذا أعطى أدهش. مرة في البرازيل لي درس عقب المغرب، في إخوة كرام وعدوني أن يأتوا إلى المسجد فلم يحضروا، سألت عنهم قال الأمطار نزلت 150 ملي متر بساعتين، يعني أمطار دمشق على مدى العام بساعتين، فارتفع الماء في الطرقات متر ونصف، تعطل السير وشقت المدينة نصفين. الله إذا أعطى أدهش. أولاً لا يمكن أن يكون تقنين الله عز وجل، إن صح التعبير، تقنين عجز، تقنين الله تقنين تأديب فقط. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً لنفتنهم فيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مرة كنت بواشنطن، نحن في الجديدة في وادي سحيق، في قعر الوادي يمشي بردة، في وادي أعمق منه بكثير، وقد وضعت لوحة عمود وفوق لوحة مكتوب مستوى الماء عام 36، يعني هذا الوادي السحيق ممتلئ ماء، وفوق هذا الوادي ارتفاع 6 أمتار مستوى الماء سابقاً. أنا أذكر قبل بضع عقود من الزمن أنه كل سنة يغرق أشخاص كثر في نهر بردة، هلأ ما حدا يغرق فيه لأن الماء قليل جداً. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً لنفتنهم فيه، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا التقنين تقنين تأديب. أيها الأخوة، الفلاح ألا تستهلك الوقت بل أن تستثمره. أنت وقت، أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. هذا الوقت إما أن ينفق استهلاكاً أو أن ينفق استثماراً. ينفق استهلاكاً كمعظم الناس يأكلون ويشربون ويتمتعون ثم يفاجؤون بالأجل، استهلكوا وقتهم استهلاكاً بلا عمل له أثر مستقبلي. يعني للتقريب، واحد جلس بحوض وملأه ماء فاتر استمتع، هذا العمل له أثر مستقبلي؟ يعني ممكن يكون بعد الاستمتاع تاجر كبير أو دكتور، هذا عمل آني، استمتاع ليس له أثر مستقبلي. فلذلك الفلاح لا أن تستهلك الوقت بل أن تستثمره. لذلك المؤمن ينفق وقته استثماراً، بمعنى أنه يفعل في الوقت الذي سينقضي عملاً يرى نتائجه بعد انقضاء الوقت، بينما غير المؤمن
يستهلك وقته استهلاكاً، تماماً كتاجر ينفق من رأس ماله بعد حين أعلن إفلاسه، وتاجر آخر ينفق نفقات كبيرة من ريع ماله. لذلك الإنسان وقت، وأثمن شيء يملكه هو الوقت، بل رأس ماله الوحيد هو الوقت. هذا الوقت إما أن ينفق استهلاكاً أو أن ينفق استثماراً. لذلك قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أقسم بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول الذي هو في الحقيقة زمن، جاء جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر. يعني النقلة من بيت إلى قبر، من منصب رفيع إلى قبر، من صحة جيدة إلى قبر، من زوجة وأولاد إلى قبر، من دخل كبير إلى قبر، نقلة مخيفة، نقلة من كل شيء مبدئياً إلى لا شيء. فكيف إذا كان بعد هذا القبر عذاب لا ينتهي؟ فلذلك الفلاح ألا تستهلك الوقت أن تستثمره، وألا تستهلك المال أن تستثمره بالعمل الصالح، وألا تستهلك نعمة الأمن بل تستثمرها في معرفة الله، وألا تستهلك نعمة الصحة بل تستثمرها في طاعة الله. يعني الفرق الواضح الصارخ بين المؤمن وغير المؤمن، غير المؤمن يستهلك بينما المؤمن يستثمر. أيها الإخوة، آية ثانية متعلقة بالخشوع. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تختشي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تستحي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً وتنظر ما به جاء وعدنا؟ وجدناك مضطراً فقلنا لك ادعنا نجبك، فهل أنت حقاً دعوتنا؟ دعوناك للخيرات أعرضت نائياً، فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا؟ يعني الإنسان إلى متى هو غافل؟ إلى متى هو غارق بهمومه وشهواته وميوله وطموحاته في الدنيا؟ أما آن له أن يصحو؟ والله الذي لا إله إلا هو، الإنسان حينما يصحو ويصطلح مع الله عز وجل يشعر أن جبالاً على كاهله أزيحت عنه. حياة المؤمن الذي اصطلح مع الله والذي استقام على أمر الله من الصعب أن نعرف أبعادها. يعني قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ قال: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. والدليل في قوله تعالى: ويدخلهم الجنة، عرفها لهم، ذاقوا طعمها. والله لن تكون مؤمناً صادق الإيمان إلا إذا ذقت في الدنيا طعم الجنة، هذه جنة القرب. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا،
ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. هذا كله من خلال الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني الإنسان أحياناً يشعر أنه قلبه ميت، أحياناً القلب يكبر ويكبر ويكبر ولا نرى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير ويصغر 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 ولا نرى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. هذا القلب كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، يعني الآن في موضوع دقيق جداً، في مصطلح اسمه الطقوس. الطقوس هذه الكلمة تستخدم لأعمال وحركات وسكنات وتمتمات يرددها أصحاب الديانات الأرضية، الديانات الأرضية التي من أصل أرضي بشري من اختراع البشر. هذه الديانات لها طقوس، لكن يجب أن نؤمن إيماناً دقيقاً أن العبادات ليست طقوس، ليس موضوع حركات وسكنات وتمتمات. مثلاً قال الإمام الشافعي: العبادات معللة بمصالح الخلق. الدليل القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تطهر الغني من الشح والفقير من الحقد، تزكي الفقير فيشعر بقيمته في المجتمع، تزكي الغني يشعر بإحسانه، تطهر المال من تعلق حق الغير به، تزكي المال فينمو. خذ من فالزكاة معللة بمصالح الخلق. لذلك قال بعض العلماء: الشريعة مصلحة كلها، عدل كلها، رحمة كلها، وأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، من المصلحة إلى المفسدة، من الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. فالزكاة معللة بمصلحة. طيب، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني أكبر ما فيها ذكر الله، أو ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له. إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك منحك نعمة الأمن، منحك نعمة الحكمة، منحك نعمة الرضا، منحك نعمة السعادة، منحك عطايا لا تعد ولا تحصى من خلال الصلاة. الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعلة الصيام أن تصل إلى مرتبة التقوى. الحج: الحج الآية الدقيقة في موضوع الحج: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم. يعني الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. دققوا الآن: لتعلموا، هي لام التعليل، يعني علة خلق السماوات والأرض أن نعرف الله. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اختار الله من أسمائه اسمين: العلم والقدرة. معنى العلم ومعنى القدرة، يعني
علم الله يطولك وقدرته تطولك، فإذا أيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. أنت كتاجر لا يمكن أن تغفل صفقة استوردتها في حسابات تقدمها للمالية. لماذا؟ لأنه في نسخة من هذه الصفقة تذهب إلى المالية، فإن أغفلت هذه الصفقة أهدرت حساباتك، لأنه توقن أن علم هذه الوزارة يطولك وأن قدرتها تطولك بإهدار حساباتك. أنت دقق مع أشخاص من بني البشر، لأن علمهم يطولك ولأن قدرتهم تطولك لا يمكن أن تعصيهم، فكيف بالواحد الديان؟ أيها الأخوة، الخشوع حينما تعرف حكمة العبادات، حكمة الصلاة، وحكمة الصيام، وحكمة الحج، وحكمة الزكاة، حينما تؤمن أن العبادات في الإسلام ليست طقوساً، هي عبادات معللة بمصالح الخلق، وهذا من فضل الله علينا. أيها الأخوة، موضوع الخشوع من أدق الموضوعات التي تعد ذات أهمية بالغة في الوصول إلى الله. أنت حينما تصلي بخشوع وصلت إلى الله، لذلك الصلاة هي كبيرة يعني صعبة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع يسعد بالصلاة، وغير الخاشع يراها عبئاً. النبي كان يقول: أرحنا بها ولسان حال المسلم المقصر أرحنا منها.